موجودين اليوم الإدارة الزوائر الذوالي كان نجم يزاد يعاوننا باتجاه السياق إن شاء الله نروح في أسابيع الإنشاءات ولكن جلوبالمون اليوم لينا نادي إفريقي لعب كومباكت لعب فونكسيون دادفيرسير اصبر ما لوحش كرة قدام عنده ثلاثة شهور نادي إفريقي قاعد يحضر أول مباراة ضد النادي الصفاقسي اللي لعب فما ملاعبية النادي الصفاقسي ماهوش فريق ساهل أميليو تيران كي كاربير بيان هو إلى اللي مونت لي كولوار سواء اللي مالو لو سوفو اليوم اون اسوي اون ميتريزي لو ميليو تيران كيما يلزم بارزيتوني سلامة ومدريد دونك اليوم نتصور النادي الافريقي حصل على ثلاثة نقاط ولكن لازم معنا جماعة كبيرة معنا هذا وقت حشنا بالمقابلة كلهم حاضرين الحمد لله اليوم معناتها نحينا الشكل كله ونحينا المشاكل اللي عطيناها كلها كوتين ان شاء الله معناتها ديما هكا وان شاء الله ديما فرحانين وديما نقضي ان شاء الله المريول طال الاخير طال الاخير وان شاء الله السنه طال الاخير علينا الكل ان شاء الله نتذكر عام ناول في البلاي اوف خسرنا اول بارتين بعديك رجعنا بالكدا هزينا الشامبيونات الشامبيونات هذيك توا دخلت في التاريخ نرجعوا نحكوا حطوا سابقين في القاعه ونحكوا مع وي اوكي باسكو جو بونس cet moment Sfax il attaque plus et il est bon avec la tête et c'est la raison pourquoi je mets lui. Est-ce que vous êtes satisfait pour cette Oui, bien sûr. Et comme je dis, Sfax il peut marquer aussi. Et c'est un autre match après. Mais ok. Il ne marque pas et on marque un but et c'est sûr. Je ne sais pas, je sais que même si Zafir est correct, Saad a été fausse de nous, mais je ne veux pas le club. Inch'Allah, il y a une bonne chose. Nous avons 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 une لكن اهم شيء هو انك تعمل رياكسيون وتستفيد من الخساره بتاعك، اكيد ثم سلبيات هذوما باش نحاولوا نصلحوهم وايجابيات باش نبنيو عليهم. شفت انت معناها حتى المردود جميع في اليوم لعبنا كل ممتاز، ما تنساش مع التيران ولا مبلول في الشوط الثاني يوم صار كبير اليوم، لكن كما قلت ان شاء الله الخساره هذه نستفيد منها. كون عطيت بلوس لصحابي من بعد العيد فاهم ان شاء الله. شكون تهدي البطولة؟ هدي ولاد حومة الفلاسية، جمهور النادي. ولا اليوم نقعد ولكن شو عملت؟ والله باس نجم نقولوا باللغة العربية تحفونا، جاتني مويتها باليمين، عملت كنترول باليمين، تبليتها باليسار. تمرك الهدف والبارتي هذايا اللي ضيع يقبل ضيعوا هما ضيعنا نحن من بعد ما كنا هكا ربعنا ثلاث بالطبيعه واحد ندم انا قلنا ندم مش ناخذ نقول ديما الحكايات هذوما ندمت ونعتذر وكا اعتذرت بهدف مش مزيد ديجا ماركيت مش مزيد النادي الصفاقسي ماهوش فريق ساهل اميليو تيران كي كاربير بيان هو الى اللي مونت لي كولوار سواء اللي مالو لو سوفو اليوم اون اسوي اون ميتريزي اميليو تيران كيما يلزم بارزي توني سلامة ومدريد دونك اليوم نتصور النادي الافريقي حصل على ثلاثة نقاط ولكن لازم ما تفرحوش برشا